مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية منطقة في تعز ممنوع إشعال الضوء فيها. وفي الصحافة العربية، مخرجة أردنية تهدي جائزتها ليمنية فقدت أقدامها. وفي صحيفة بريطانية، ليس هناك طرف عاقل يظن أن بإمكانه حكم اليمن بمفرده. لا أستطيع أن أغادر المنزل لإحضار الطعام أو الماء لأسرتي لا في أوقات محددة، متخفياً وراء جدران البنايات أو متغافلاً القناص. بهذه الكلمات بدأ محمد عبده بسرد تفاصيل قصته التي يعيشها على خط التماس الفاصل بين تمركز مسلحي الحوثي والقوات الحكومية في تعز، ويعنون المشاهد نت: القابضون على الجمر، قصص الموت على خط التماس في تعز. وقال الموقع: شارع واحد فقط لا يتعدى 20 مترا يقع وسط حي الزهراء شرقية تعز، هو النقطة صفر التي تفصل تمركز القوات المتحاربة في الحي. تحول هذا الشارع إلى ما يشبه الغابة البرية بأشجار كثيفة ومباني نقشت جدرانها برصاص القناصة والقذائف وحطام سيارات محترقة. قبل 5 سنوات كان الحي ممتلئا بالحياة وضجيج الباعة والمتسوقين، لكن الحرب جعلت منازل حوالي 2000 أسرة خاوية إلا من أثار قذائف الهاون والكاتيوشا، بينما أجبرت الظروف قلة على البقاء. نظرا لظروف محمد المادية لم يستطع مغادرة المنزل كما فعل كثيرون هنا، فهو لا يملك حتى بدل سيارة الأجرة التي ستقله مع أدواته المنزلية إلى مكان آمن. كما يقول: كنت إذا خرجت من الحي من أجل الحصول على الماء أعود وأنا مستعد للموت، عشنا رعبا، ففي الليل لا يمكننا إشعال أي ضوء خوفا من استهداف المنزل أو من رصاص القناص. يقول أحد السكان في الحي: نعيش في ظلام دامس طوال الليل، إذ بمجرد إشعال أي ضوء ولو من ثقب صغير في النافذة نتفاجأ بإطلاق الرصاص صوبنا. ثريا الشيباني تكتب عن حالة التخبط التي نعيشها نتيجة طول المعركة وتعدد الخصومات، وأضافت في أجزاء من المقال المنشور في المصدر أونلاين: وضع ميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع على لا دولة يجعلها غير ملزمة تجاه الشعب بما تلتزم به أي حكومة من توفير متطلبات الحياة لمن يعيشون تحت سيطرتها، بل كلما طالب أحدهم بأبسط حقوقه كان الاتهام بالعمالة هو رد الميليشيا الحوثية، أو في أحسن الأحوال تحميل الحرب والحصار مسؤولية أي عجز في الخدمات، بدءا بالكهرباء والأمن ومرورا بالرواتب ووصولا إلى الإنترنت. تجرؤ ميليشيا الحوثي على قول وفعل كل ما يخطر وما لا يخطر على البال، ما عدا أن تعلن صراحة أن هدفها هو أن تستقر الأمور على حالها، أو سيكون من الأفضل أن تمد سيطرتها لمناطق أخرى لم تعد تحت سيطرتها بعد. بالإضافة إلى تدليل ميليشيا الحوثي في محادثات السلام، يتم أيضا التآمر على الجيش الوطني من قبل دول التحالف وتركه يواجه الحوثي دون إمدادات، بل يصل الأمر إلى قصفه أو كشف الغطاء عنه وتركه فريسة سهلة لطائرات الحوثي. وضع مريب رغم وضوح المؤامرة فيه يجبرك على الهروب منه إلى أمور أخرى كمتابعة برامج فنية أو سينمائية أو رياضية كجهاز مناعي يقاوم لا إراديا فيروس الموت قهرا. لكن أن تهرب إلى متابعة الفساد المالي للحكومة الشرعية أو المنظمات فما هو إلا طفح ناتج عن الإفراط في تعاطي القضايا. أي فساد مالي هذا الذي يهدد وطنا بلا دولة؟ هل من المنطق أن نحاكم المغتصب أو الخائن بتهمة السرقة؟ تلهينا المنظمات ومراكز الدراسات بتقارير الفساد المالي فنركض وراءها وننقسم إلى مندد ومدافع. تخون الحكومة الشرعية قضيتنا في استعادة الدولة من الإمامة الجديدة ونحن نتهمها بالفساد المالي. يغتصب الحوثي جمهوريتنا وينتهك كرامتنا
وكل مقدساتنا، ونحن نتهمه ومنظماته بالفساد المالي. نتهم الحوثي بسرقة أموال المنظمات التي تجد في بقائه خياراً جيداً لليمنيين، ثم تخدرنا بتقارير العتب. تمهيداً للزج بهم في جبهات القتال، الحوثيون يخضعون عشرات المهمشين في ذمار لدورات طائفية. هذا ما عنون به موقع المصدر أونلاين، الذي نقل أيضاً عن مصادر حقوقية أن مشرفي الحوثي نفذوا نزولاً ميدانياً لعدد من تجمعات الفئة المهمشة في أحياء السكنية وقهار وروما وغيرها، لإجبار الأسر على إدخال أبنائها من الأطفال والمراهقين في الدورات. وذكرت المصادر أنه خلال الأشهر الماضية جندت الميليشيا العشرات من المهمشين المنتمين للمحافظة ونقلتهم إلى معسكراتها التدريبية. وأشارت المصادر إلى أن حوالي 143 شخصاً من المهمشين جندتهم الميليشيا للقتال في صفوفها منذ بداية يونيو من العام الماضي وحتى اليوم. مصدر حقوقي قال أيضاً إن الميليشيا نجحت في تجنيد المئات من المهمشين عبر أساليب متعددة، منها الترغيب والاستغلال المادي وأحياناً التهديد. وأضاف أنه حين يلتحق هؤلاء بجبهات القتال الحوثية يجدون أنفسهم في المقدمة ويتم التخلي عنهم حين يصابون. حاز فيلم المخرجة الأردنية اليمنية نسرين الصبيحي نعمان ماذا بقي مني، الذي وثق وجع متضررين فقدوا أطرافهم جراء الألغام الحوثية، حاز جائزة أفضل قصة بمهرجان فيوجن شمال أوروبا للأفلام المنعقدة دورته حالية في لندن هذا الأسبوع. وعنونت الشرق الأوسط: توثيق جرائم الحوثيين وألغامهم يمنح ماذا بقي مني جائزة أوروبية. وقالت الصحيفة إن الفيلم فاز بعد تنافس محموم بين 180 فيلما لمخرجين من 50 جنسية مختلفة، وجرى إعلان الجوائز في ختام دورة المهرجان. وركز الفيلم على ضحايا الألغام والقذائف في تعز، حيث نقلت الشاشة حديث أهالي تعز المتضررين من الألغام، وتحدثوا عمن يزرعها في المدارس والمستشفيات والأماكن السكنية. وأوضحت المخرجة أنها تهدي الجائزة للسيدة دليلة، التي كان ذنبها الوحيد أنها ذهبت قبل عرسها بثلاثة أيام لتحضر ماء من البئر، وأهداها الحوثيون لغما كان على عتبة بئر الماء، وتحولت من عروس إلى ضحية. قالت نسرين: لقد خسرت حياتها وطالبتني بإيصال صوتها إلى العالم، وما هي إلا نموذج من بين آلاف الضحايا الذين أوجعتهم الألغام والقناصة والقذائف الحوثية، التي كالت مختلف أشكال العذاب كالتجويع وتجنيد الأطفال وترويع المدنيين وخطفهم وإخفائهم. وأشاد مخرجون مشاركون في المهرجان بالفيلم وذكروا أن أهميته تكمن في وجود المخرج على الأرض، وهذا ما يستدعي أهمية الفيلم والحقائق والشواهد التي رصدها مباشرة مع الناس والمتضررين. القاتل الجديد ليس القاتل الكبير. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العالم قاتلا من هذا النوع. الجديد أنه يرتكب جرائمه في العالم الجديد. لو أطل كورونا الجديد قبل نصف قرن لكان الأمر مختلفا. كان يمكن أن يصطاد ضحاياه وسط تكتم رسمي صارم يعد وجود الوباء وانتشاره سراً من أسرار الدولة لا يجوز كشفه لا أمام المواطنين ولا أمام العالم. وربما كنا عرفنا قصته بعد عقود وقرأناها في مذكرات شخص عايش تلك المخاوف وخبأ تفاصيلها في أوراقه، لكننا نعيش في عصر آخر. لم يعد للأسرار مكان. الهاتف الصغير جاسوس يرفع تقاريره إلى العالم بأسره. تكفي صورة أو رسالة مقتضبة لإشراك العالم بأسره فيما يجري في قرية بعيدة منسية. عالم الصمت والتكتم لم يعد قائما. كل الأسرار منشورة على حبال الإنترنت. لكن المخيف هو أن وسائل التواصل الاجتماعي التي ألغت هيبة الحدود والسدود ألغت أيضاً كل رقابة على الإشاعات والمبالغات وسيناريوهات التخويف والتضليل. جيد أن يرفع العالم الصوت محذراً من خطورة القاتل الجديد، وأن تساهم وسائل الإعلام في التوعية والتحذير والإرشاد، وأن يستنتج كل فرد أن العالم أكثر ترابطاً مما يعتقد، وأن شرايين القرية الكونية متداخلة،
إنها حالة تضامن إنساني تقدم شيئاً من العزاء في وقت تنتشر فيه أزمات الهوية ويغرف كثيرون من آبار الكراهية والرغبة في شطب الآخر. وعلى الرغم من الذعر السائد لابد من الواقعية، القاتل الجديد ليس القاتل الكبير، أرقامه شديدة التواضع إذا قيست بحصيلة المطاحن الدموية المفتوحة على مصراعيها في بلداننا. حروب الدول المتآكلة والخرائط المثقوبة والتداخلات والاستباحات، كورونا الجديد قاتل بشع، لكن حجم جرائمه لا يرتقي إلى حجم المذابح التي تروع بلداننا أو ما تبقى منها. ليت العالم يرفع صوته متحداً ضد أمواج الكراهيات والمسالخ البشرية المفتوحة والسياسات المغرورة التي تمطر دماً فوق البلاد المفككة. نشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً لمراسل شؤون الشرق الأوسط بخصوص الحرب في اليمن، وعنونت الصحيفة: الدول الغربية تحرص على إبقاء الحرب في اليمن مستعرة حرصاً على المكاسب الاقتصادية. وتحدثت الصحيفة عما قالت إنه واحد من أبرز الأحداث في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، وهو قيام جندي يقاتل ضمن صفوف القوات اليمنية الحكومية لم يحصل على راتبه منذ فترة، قام بإطلاق النار على نفسه في أحد المعسكرات في مدينة عدن. وتفيد الصحيفة البريطانية قيام شاب بقتل نفسه بهذا الشكل لعجزه عن إعالة أسرته يعد مؤشرا على حجم البؤس الذي يعانيه اليمنيون في ظل الحرب الدائرة هناك. وتضيف الاندبندنت: الأكثر إثارة للسخرية أن الصراع في اليمن هو أكثر الصراعات في العالم قابلية للحل السريع، لكن شرط ذلك وفق التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن تخلص القوى الدولية والغربية النوايا بدلا من تجاهل الأمر وكأن شيئا لم يكن. اليمن ليس مثل سوريا والعراق وليبيا التي تعد محط اهتمام القوى الدولية الكبرى. وعلى خلاف حركة طالبان وخليفة حفتر، أكدت جميع القوى المتحاربة في اليمن رغبتها في تقاسم السلطة، فليس هناك طرف عاقل يمكن أن يظن أن بإمكانه حكم هذه الدولة بمفرده. ويطالب كاتب التقرير وهو مراسل شؤون الشرق الأوسط بورز دراغي بتخيل الوضع اليمن الآن إذا كانت السعودية قد استثمرت نصف الأموال التي أنفقتها خلال السنوات الخمس الماضية في الحرب هناك، استثمرتها في تطوير التعليم والمشروعات الزراعية. ويضيف الكاتب أن القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا تحرص على استمرار الحرب لأنها تبيع المزيد من الأسلحة بشكل دوري للسعودية، وهو ما يوفر غطاء دبلوماسيا لاستمرار الصراع في اليمن. عن الخرائط وحروب المستقبل كتب نيك دانفورث مقاله المعاد نشره وترجمته في صحيفة الغد مضيفاً: بالنسبة لبعض المؤلفين تبدو الخرائط في النهاية أقل أهمية من حيث محتواها من كونها رمزاً للطبيعة الرجعية للإنسانية. وفي الأعوام الأخيرة أظهر كتاب روبرت كابلان انتقام الخرائط، ما الذي تقوله لنا الخرائط عن الصراعات المقبلة والمعركة ضد القدر، وكتاب تيم مارشال سجناء الخرائط شعبية هذا النهج. ويستخدم مارشال مثل كابلان الخرائط والجغرافيا ليس كعامل توضيحي متماسك، وإنما كفرصة ليضع في دائرة الضوء تلك السذاجة الثابتة للليبرالية الدولية. ويجادل مارشال بأن روسيا توسعية وسلطوية لأنها تفتقر إلى الحدود الطبيعية، في حين أن الصين هي الشيء نفسه بالضبط لأنها تمتلك هذه الحدود. والفكرة الحقيقية كما يتضح هي أن نجاح كلا البلدين يخدم كتوبيخ لعجز أنواع الحكم الرشيد في الغرب بطريقة موحية. بدأ مارشال كتابه بسرد تجربته كمراسل حربي في كوسوفو، حيث تساءل عن السبب في توقف قوات الناتو في نهاية المطاف عند نهر إيبار. كنت أعمل مع فريق من الصرب في بلغراد في ذلك الوقت، وسألت عما سيحدث إذا جاء حلف الناتو، وكان الجواب: سنقوم بوضع كاميراتنا يا تيم ونلتقط البنادق. كانوا صربيين ليبراليين وأصدقاء حميميين لي ومعارضين لحكومتهم، لكنهم استمروا مع ذلك في إخراج الخرائط ليروني أين سيدافع الصرب عن أراضيهم في الجبال وأين سيتوقف الناتو. كان من المريح أن يعطوني درساً في الجغرافيا عن السبب في كون خيارات الناتو محدودة أكثر مما أعلنته ماكينة بروكسل للعلاقات العامة. إن القراءة عن جيوسياسيات المخاطرة هي بالتأكيد أكثر متعة من البديل،
وهي مصممة لرسم خرائط أكثر وضوحاً وجاذبية، لكنها تأتي أيضاً بتكلفة. يرتبط اسم الطائرات المسيرة في اليمن بالموت والقتال والتفجيرات، لكن هذا ليس الهدف الذي تعمل لأجله الطائرات المسيرة في مختلف أرجاء العالم. ووفقاً لموقع دي دبليو، رش المحاصيل بطائرات مسيرة حماية للمزارعين وتيسير للزراعة. وقال الموقع إن متخصصاً في نظم المعلومات في كمبوديا نجح في ابتكار طائرات مسيرة مخصصة للاستخدام بمجال الزراعة، بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة مقارنة بالطرق التقليدية. كيف يمكن استخدام هذه الطائرات؟ وما تكلفة الحصول على واحدة منها؟ يقول الموقع إن المزارع نجح في تصميم طائرة مسيرة مخصصة لرش الحقول الزراعية بالمبيدات اللازمة، بما يجعلها عملية أكثر سهولة فضلا عن حماية المزارعين من التعرض لمخاطر المواد الكيميائية. وفي لقاء أجرته معه دي دبليو، وصف سوفيك عملية العناية بالمحصول المزروع بكونها أكثر صعوبة من الزراعة نفسها. ويعمل استخدام الطائرات المسيرة على تحقيق توزيع أسهل وأسرع وأكثر كفاءة للمبيدات الحشرية مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يؤدي إلى توفير 20% من المبيد الزراعي، كما يتطلب رش الهكتار الواحد من الأرض الزراعية 7 دقائق فقط. ولا يتم استخدام الطائرات المسيرة لرش المبيدات الحشرية فقط، إذ يمكن توظيفها أيضا في عملية رش ما تحتاج إليه المحاصيل من أسمدة. في القرن 21 لا يزال هناك أشخاص يؤمنون بأن الأرض مسطحة، بل ويحاولون إثبات صحة اعتقادهم. وعن هذا يقول موقع البي بي سي إن مايكل هيوز، الذي كرر تجارب إطلاق صواريخ في الفضاء لإثبات أن الأرض مسطحة، لقي حتفه خلال إحدى محاولاته بصحراء كاليفورنيا عقب حدوث عطل في الصاروخ الذي سقط به، وتمزقت مظلة الإنقاذ بعد 20 ثانية من الإطلاق. ونفذ المواطن الأمريكي محاولته الأولى قبل 3 سنوات، حين أطلق صاروخا وصل إلى ارتفاع 571 مترا من أصل 10700، كان يحتاجها لتجربته قبل أن يتمكن من إنقاذ حياته عبر استخدام مظلة للهبوط. وكان هيوز راسخ القناعة بأن الأرض مسطحة، ويأمل في إثبات نظريته بالذهاب إلى الفضاء. قناة العلوم نعت هيوز قائلة: أفكارنا وصلواتنا مع عائلة وأصدقاء مايك هيوز خلال هذا الوقت العصيب. كان حلمه دائما القيام بهذا الإطلاق، وكانت قناة العلوم موجودة هناك لتأريخ رحلته. وكان الطيار المتهور قد تحول إلى عنوان رئيس للصحف عندما أعلن عزمه إثبات نظريته بأن الأرض مسطحة. انتقام الجرافة. تحت هذا العنوان كتب جدعون ليفي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، وجاء فيه: يجب أن نشكر سائق الجرافة العسكرية الذي انقضى أول من أمس على شوارع كفر قدوم، ويجب حتى الثناء عليه. لقد رسم للإسرائيليين والعالم صورة دقيقة بدرجة مدهشة عن الواقع. شاهدوا الفيلم القصير الذي انتشر في الشبكات الاجتماعية. هذا هو الاحتلال، هكذا يبدو، هكذا يتصرف، مدمر وعريف ومنفلت العقال. يصعب التفكير بصورة أكثر وضوحاً من هذه الآلة التي تسير بشكل وحشي في شوارع قرية فلسطينية وتندفع نحو الجمهور الهارب الذي يريد النجاة بحياته. وانسوا البراعة اللغوية، هذه الجرافة تتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكثر من أي متحدث بليغ. انسوا الكورونا، هذا هو الوباء الحقيقي، هناك الملايين ممن يحملونه في إسرائيل. كفر قدوم هي من القرى الفلسطينية الأخيرة التي ما تزال تناضل، فهم يحاربون هناك من كل أسبوع من أجل الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه بسبب مستوطنة كدوميم. فيلم قصير مدته 9 دقائق صوره سكان القرية أول من أمس يظهر عشرات الشباب الغاضبين والشجعان الذين يرشقون الحجارة على الجنود الذين يطلقون قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم. رقصة الموت، ولدان تم إطلاق النار على رأسيهما هنا مؤخرا. الجنود يطلقون النار، الشباب ينسحبون،
مقالع داوود أمام قذائف القنابل مع يوتنان بوليك، مرة أخرى بشرى المعارضة وصراخ مرير في الخلفية. بعد ذلك تظهر الجرافة التي تندفع بسرعة بين المتظاهرين، ومن كان جلوسه المرتفع والمحصن لا يمكن للسائق أن يميز إذا كان يدهس شخصا في طريقه. لا يبدو أن هذا الأمر يقلقه، فليس الذي أمامه من بني البشر، أمامه فلسطينيون. عندما يتعاملون هكذا مع المتظاهرين في إيران، فإن إسرائيل ترتدي قناع الصدمة، فالجيش الإسرائيلي مسموح له، إذ تعثر شخص أثناء الهرب فإنه يقوم بدهسه حتى الموت ولا يشعر برجفة في جناح جرافته. لم يكن أحد ليطلق على ذلك عملية دهس، العنف هو فقط فلسطيني. إذن التضاد بين الظل والضوء وما يبرزه من جمال، بالإضافة إلى صور أخرى تحكي حكايات مختلفة حدثت ووثقتها عدسة الكاميرا لتبقى للأبد. كل هذا ستشاهدونه في جولتنا المصورة اليوم من صحيفة الواشنطن بوست. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا الأخيرة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.